السلام عليكم ورحمة الله. المرجو منكم ودعمنا بزر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد إن شاء الله. ذكر مصدر أمني من المحطة الطرقية الجديدة لطنجة أن شابة الحادر من شفشاون جرى توقيفه بحوزتها 4 كيلوغرامات من الحشيش. وأضاف ذات المصدر أن الشابة الموقوفة قدمت من مدينة شفشاون بتلك المخدرات، وكانت تهدف إلى تهريبها إلى مدينة الدار البيضاء في حقيبتها اليدوية. وقامت عناصر شرطة المحطة بتوقيف الشابة بعد تفتيش حقيبتها والعثور على المخدرات داخلها، وتم وضعها رهن الحراسة النظرية للتحقيق معها. وتعتقد المصالح الأمنية أن الشابة تشتغل مع إحدى شبكات تهريب المخدرات، وبالتالي تحاول المصالح الأمنية الإطاحة بمن يقف وراءها. نشكركم على حسن المتابعة.